ابھی ابو بکر بس کے اسٹوڈنٹ عبد العطائف سورہ شمس پڑھیں گے جو قاری مدثر صاحب کے شاگرد ہیں عبداللہ العارف ابو بکر بس کے اسٹوڈنٹ ہیں قاری مدثر صاحب کے شاگرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. اب میں ابو بکر ٹرسٹ کے دوسرے اسٹوڈنٹ نجیب الدین کو جو مولانا مدثر صاحب کے شاگرد ان سے گزارش کرتا ہوں. آئے محمد نجیب الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليلحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صلها من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم
وقهم السيئات وما تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. جو مولانا مدثر صاحب کے شاگرد ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے سورۃ تاریخ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراعب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. حافظ حسن علی سجاد جو مولانا عمران صاحب کے شاگرد ہیں حافظ حسن علی سجاد تلاوت کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء كذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. تھوڑی تلاوت کے لیے آپ اس محمد عقیل تلاوت کے لیے چلائے القمر صاحب یہ میرے بھتیجے بھی ہیں حافظ سلیمان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں ان کے یہ بیٹے ہیں یہ ان شاء اللہ بوکٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں محمد عقیل حافظ محمد عقیل تلاوت کریں جنہوں نے بیان کیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة
له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم اب ہمارے ابو بکر ٹرسٹ کے ٹیچر ہیں مولانا حافظ اسد رانا صاحب ان کے فرزند عبد الرحمن عارف ان شاء اللہ ابو بکر جس کو جنہوں نے نام دیا کہ میں
قرات کرنا چاہتا ہوں یہ درجہ ناظرہ کے طالب علم حفظ میں نہیں ہے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.